محمد بن جعفر بن مرخان الاجتبي. هذه النتيجة، تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الخامس في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم، الشوط الخامس وبداية الجولة الثانية بهذه الانطلاقات والتحديات الرائعة. الشوط الخامس وهو الشوط الخاص بالإذاعة البكار المحليات الأصايل، مسافتنا المعتادة والمقررة هي 6 كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى هني اللي قادت المجموعة في هذه اللحظات، أرى التحديات للصبر بشعار أحمد بن علي بن راشد الكعبي، من انطلقت بالصدارة انطلقت بالمقدمة، تليها في المركز الثاني هملولة سالم بن محمد بن ناصر اللخن، ومع المركز الثالث ننطلق بثالث التحديات كي أرى التسلل والانطلاق أيضا من عناية. فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري من يتابع انطلاقة عناية مع المركز الثالث ورابع التحديات. نتابع هملولة لمطار بن محمد بن سالم الاكتبي متابعا لانطلاقة هملولة مع المركز الرابع. خامس التحديات ننطلق أيضا مع التحدي من تابع تنظيم لمحمد بن خلفان بن محمد الهاملي متابعا لهذا الانطلاق مع المركز الخامس. وسادسا أرى القدوم أيضا والتحديات القادمة من ظن لعبد الله بن محمد بن عيف العامري، وسابعا انطلاقة مثيرة ورائعة من سلهود محمد بن طارش بن مبارك الحميري. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز التاسع، مع المركز التاسع أرى التحديات القادمة في هذه اللحظات والقدوم والتسلل، التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز التاسع، مع المركز التاسع غارة بشعار تركي بن عوض الله بن غلاب الصواط. وعاشر التحديات القدوم أيضا من هملولة، من بدأت تتسلل في هذه اللحظات ومختارة، من انطلقت مشاهدينا متابعين الكرام مع المركز العاشر مختارة وحمد بن محمد الغويص السويدي، من يتابع انطلاقة مختارة مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، والنداء الأول للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، ننطلق بالصدارة، نتابع التحديات، وأرى هني عناية، أرى عناية من اعتنت أيضا وانطلقت بناموس هذا الشوط وقادت المجموعة بشعار فهد بن طحنون الهاجري، من يتابع انطلاقة عناية، تليها في المركز الثاني هملولة لسالم بن محمد بن ناصر لخن، من أعلن انطلاق هملولة مع المركز الثاني. ثالث التحديات صبر لأحمد بن علي بن راشد الكعبي، أيضا يتابع انطلاقة صبر مع المركز الثالث. ورابع التحديات القدوم، القدوم والتسلل، ننطلق مع تنظيم مع المركز الرابع، من تتسلل في هذه اللحظات لمحمد بن خلفان بن محمد الهاملي، ومع المركز الخامس، المركز الخامس القدوم مشاهدينا متابعينا الكرام من ظن لعبد الله بن محمد بن عيف العامري، يعلن انطلاق الظن مع المركز الخامس. سادس التحديات، نتابع الانطلاق المثير، نتابع التحدي الجميل لسلهوده لمحمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، من يتابع هذا الانطلاق ايضا، من يتابع تحديات سلهودة، من بدت تتسلل في هذه اللحظات مع المركز السابع والثامن. التحديات مختارة لحمد بن محمد الغويز السويدي، ولكن من الجانب الآخر أرى هناك القاهرة تتسلل في هذه اللحظات، تنطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز التاسع، وسعيد بن محمد بن إبراهيم من يتابع انطلاقة القاهرة مع المركز التاسع. عاشرا انطلاقة سلهودة لمحمد بن
طارس بن مبارك الحميري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندانا الثاني، جولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط في مسافة ورحلة الستة كيلومترات. نعود بالصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع حملول اللي انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة. سالم بن محمد بن ناصر لخن، من يتابع انطلاقة حملول اللي انطلقت بناموس هذا الشوط؟ ولكن أرى التحديات. نتابع تنظيم تشل أيضا، تشن تنظيم متميز مع المركز الثاني، تشكل أيضا بخطواته وبإثارته تنظيم رائع، تنظيم رفيع المستوى، تنظيم وبانطلاقة أيضا هذا الأداء المتميز. محمد بن خلفان بن محمد الهاملي، من يتابع انطلاقة تنظيم مع المركز الثاني ثالث؟ التحديات نتابع. نتابع عناية لفهد بن طحنون الهاجري، الكوكب الثلاثية. مشاهدينا متابعينا الكرام، يا سلام، التحديات رائعة. ننطلق مع المركز الرابع، نتابع القدوم أيضا لسلهودة لمحمد بن جعفر بن مرخان، من يتابع انطلاقة سلهودة مع المركز الرابع؟ خامس التحديات، وصلت القاهرة مع المركز الخامس لسعيد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، من يتابع هذا الانطلاق المثير مع المركز الخامس؟ والسادس التحديات، أرى مختارة مع المركز السادس، حمد بن محمد الغويس السويدي، من يتابع انطلاقة مختارة مع المركز السادس؟ سابعا ننطلق أيضا مع حماسة بشعار حمدان بن سعيد بن يابر، من يتابع انطلاقة حماس من بدت تتدخل في هذه اللحظات بأول ندى تنطلق حماس مع المركز السادس ومع المركز السابع، ننطلق أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام. والقدوم من بلورة سلطان بن إريو بن محمد المنصوري، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام، تنظيم على الصدارة بشعار محمد بن خلفان بن محمد الهاملي، والكيلو المتر الأخير والخطير. يا سلام، تنظيم تنفرد بناموس هذا الشوط. ولكن أرى الجماعة قادمين. نتابع التحديات أيضا من القاهرة مع المركز الثاني، بشعار سعيد بن محمد بإبراهيم، ومع المركز الثالث انطلاقة سلهودة لمحمد بن جعفر بن مرخان، من يتابع انطلاقة هذا التحدي مع سلهودة مع المركز الثالث؟ يا سلام، التحديات جميلة، وتنظيم على الصدارة. يا الرشوط ير بالفعل منذ البداية تنطلق بهذا التحدي، بهذا الاندفاع المتميز، تنظيم متميز بخطواته، بانطلاقتها، باندفاعتها المثيرة. يا سلام، محمد بن خلفان بن محمد الهاملي، من يتابع انطلاقة تنظيم، والقاهرة قادمة بشعار سعيد بن محمد بإبراهيم، ولكن تنظيم هي الأقرب حتى هذه اللحظات، والاندفاع الأخير، تنظيم على الصدارة. سلام يا الغربية، سلام، اسعدت صباحا مع الأداء المتميز اللي تقدمه تنظيم وهي تنفرد تندفع بناموس هذا الشوط. تهانينا لمحمد بن خلفان بن محمد الهاملي على فوز تنظيم بالمركز الأول. وسلام يا الغربية، سلام، اسعدت صباحا مع الأداء المتميز اللي قدمه تنظيم المركز الثاني. تصل مشاهدينا متابعينا الكرام القاهرة لسعيد بن محمد إبراهيم، المركز الثالث مختار لمحمد بن ناصر بالعوضي، والمركز الرابع سلهودة لمحمد بن جعفر بن مرخان، تصل مع المركز الرابع، والبقية بن حين الأعضاء خط النهاية. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام بالتوقيت الزمني
في مسافة ورحلة 6 كيلومترات، وتنظيم من قادة المجموعة تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 24 ثانية. 9 أجزاء من الثانية، التهاني لمحمد بن خلفان بن محمد الهاملي وسلامي الغربي، يا سلام مع الأداء المتميز والعرض الرائع اللي قدمته تنظيم بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول القاهرة بشعار سعيد بن محمد بابراهيم، تصل مع المركز الثاني 9 دقائق 30 ثانية وجزئين من الثانية، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث مختارة بشعار محمد بن ناصر بالعوضي المنهالي، تصل تقطع المسافة في 9 دقائق 31 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لجميع الفائزين بهذه الانطلاقات والتحديات الرائعة والجميلة.